رغم ارتفاع درجات الحرارة والتحذيرات المستمرة من العمل في أوقات الذروة، يضطر أصحاب المهن الشاقة وعمال المياومة من النساء للعمل تحت حرارة الشمس المرتفعة لتأمين لقمة العيش لأسرهم في مدينة إدلب. نتابع. منذ ساعات الفجر الأولى تنطلق أمديانا إلى عملها في الأراضي الزراعية تحت أشعة الشمس التي تفوق 40 درجة، مما يصعب عليها العمل. والله نشتغل للموت، يعني نشتغل غصب عنا، يعني مجبورين، يعني لو نحن مجبورين ما نطلع الشمس ونشتغل. والله بالشوبات شفتي أيام الشوب، يعني متنا ميت موتة، نبل الإشارات الطاقية ونطلع الشغل، نشتغل 4-5 ساعات ونحل على البيت، يعني نرجع البيت هلكانين هلاك. يعني بس نريد نقعد، لا مي باردة، لا كهرب، لا مراوح، لا شيء. يعني ما بغير رحمة الله، ما عندنا شيء. تتعرض العاملات هنا لوعكات صحية متكررة وحالات إغماء بسبب انخفاض ضغط الدم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والعمل في أوقات الذروة. الواحد كأنه يشتغل بالنار بهالشوب الحرارة، والجو نار، والصبايا تطلع عليهم حياة، يعني لما نشتغل بهالخضرة يعني من البرود تطلع الحية وعقارب. وفي الجانب الآخر تزداد معاناة ولاء مع حملها وعملها في رعي الأغنام والعناية بهم طوال فترة النهار، متكبدة عناء الحر والمشي لساعات طويلة. وعندي 5 أولاد هلا، وحامل شهر 8. بنشتغل برعي الأغنام، ودرجة الحرارة هاي كتير عم بتأثر علينا، إنه الغنم ما بنحسن نتركها بالشبك وهيك وقت تشوب، عم نبل قطعة قماش هيك بنحطها لحالنا ونطلع الغنم. ما بنمشي شوي بتنشف عنا. والله هذا شغل الغنم ما له ساعة معينة، يعني كل نهار للمساء لحتى إنه ترتاحي تقولي خلص الغنم ما ضل بده شيء. يعني نحن ما بنصدق ليجي المساء لنرتاح، ولما برتاح المساء يعني بتيجي كل الأوجاع والتعب والإرهاق كله بيحل عليكي. أول شيء ضغط، وبعدين هيك لا بتحسني يعني تتغلبي من التعب وهيك والإرهاق، يعني وجع ظهر وتعب كثير. هواجس تلازم ولاء في عملها خلال سيرها بالقطيع إلى مرتفعات جبلية، خشية أن تزل قدمها أو أن تصاب بضربة شمس تجعلها طريحة الفراش، عاجزة عن رعاية أطفالها. حر وجهد ومخاطرة بالصحة والحياة تواجهها النساء العاملات هنا يومياً، مما يصعب عليهن من أدائهن لأعمالهن في سبيل توفير لقمة العيش. سيلا الوافي لتلفزيون سوريا إدلب. ومعنا أيضا سيلا الوافي، صحفية من إدلب. أهلا بك يا سيلا. سيلا، يعني شاهدنا في التقرير نساء تعملنا في يعني ساعات النهار ويعانين من درجات حرارة مرتفعة وأعمال شاقة أيضا، يعني خاصة أن هناك سيدة حامل في شهرها 8 تحدثت لنا عن معاناتها. هل هناك أي منظمة يعني من الممكن أن تساعد هؤلاء النسوة في إدلب؟ يسعد أوقاتك كاترين. عمل النساء في مناطق الشمال السوري هو مثل ما شاهدنا بالتقرير عمل جدا شاق، خاصة كونه هو عمل بالأراضي الزراعية بالأعمال الشاقة مثل ما لاحظنا، سواء برعي الأغنام أم بالأراضي الزراعية أم حتى عمل بالأفران وغيره الكثير من الأعمال الشاقة. يعني بالنسبة للمنظمات فهو ما في وجود للمنظمات يلي ممكن ترعى هدول النساء أو مثلا تأمن لهم فرص عمل تكون على الأقل أعمال ما نشاقة، فلذلك هن عم يضطروا يشتغلوا بأجور قليلة بساعات عمل طويلة بأوقات الذروة يلي كتير صار تحذيرات خلال موجة الحر اللي صارت إنه ممنوع الخروج في أوقات الذروة أو العمل في هاي الأوقات، ولكن اضطرارهم لتأمين لقمة العيش لأطفالهم عم يضطرهم لحتى يشتغلوا بهاي الأوقات. تحدثتي عن أيضا أن هناك الأجور قليلة، حدثينا أكثر عن موضوع الأجور. نعم، يعني اليوم الأجور بتتراوح بين من على الساعة من الخمس ليرات ل6 ليرات، وهي أجور تعتبر جدا جدا زهيدة، يعني يمكن ربطة خبز ما بتكفي العائلة لحتى إنه تجيب بيومها حق ربطة خبز، ولكن الأجور هاي هي المحددة، يعني خلينا نقول في غالبية أو معظم مناطق الشمال السوري ما في أجور أكثر من هيك، وهذا الشيء يعني عم يسبب أزمة خلينا نقول.
أليس هناك أي دعم مالي من جهة ما لهؤلاء النساء؟ أحياناً بيصير من قبل بعض المنظمات، ولكن ليس دائماً، وهي مشاريع تعتبر يعني معدودة أو صغيرة، مشاريع نقد مقابل العمل، ولكن هي بتكون في قطاف الزيتون في يعني مواسم معينة وما لا دائمة. يعني مثل ما شاهدنا اليوم المرأة الحامل، فهي عم تقضي ساعات من ساعات الفجر لبعد المغرب حتى تشتغل برعي الأغنام وتأمن معيشتها ومعيشة أطفالها. يعني هي ما فيها مثلا اليوم تقول أنا فيني أطلع مثلا بعد العصر أو لا تنتهي موجة الحر لأطلع، لا هي مضطرة تطلع من ساعات الصبح الأولى يعني لحتى تأمن معيشة أطفالها، لأنه الغنم مثلا ما فيها ترعى بالليل أو لما بيكون الدنيا مساء. هل هناك يعني حديث عن تأسيس منظمة تعنى بهؤلاء النسوة أو أي بدائل؟ لا صراحة ما في، يعني لحد الآن رغم وجود مكاتب وجمعيات بتعنى بشؤون المرأة وبتهتم بالمرأة، ولكن لحد الآن ما صار مثلا تنظيم لحتى يحدد أعمال النساء، يحدد لهم أجور، يساعدهم بأمور الحياة الصعبة. هل هؤلاء النسوة هم المعيل الوحيد لأسرهن؟ نعم، هلأ معظم يعني النساء في الشمال السوري اليوم هن من الأرامل، المطلقات، نساء الشهداء، فهن مضطرين لحتى يشتغلوا حتى يعيلوا أطفالهم. مثلا بالتقرير شاهدنا أول وحدة اللي تدعى خطر، فهي عندها طفلتين، طفلة معاقة وطفلة سليمة، بتطلع هي وبنتها بيشتغلوا لحتى تأمن أدوية بنتها اللي عندها، هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى تأمن أدويتها، رعايتها، علاجها، فهي مضطرة في غياب يعني المعيل. نعم، شكرا جزيلا لك سيلا. نعم تفضلي سيلا، هل لديك أي إضافة؟ أكيد، حتى مثل ما لاحظنا يلي بتشتغل برعي الأغنام فهي اليوم مجبرة، هي اليوم عندها أكثر من 7 أطفال، فهي مجبرة كمان لتشتغل بساعات طويلة وعمل شاق حتى تقدر تأمن رغيف الخبز لأطفالها، وهن كلهم يعتبروا يعني من عمر 2 لـ6 سنوات. نعم، أعمال شاقة رغم حملها أيضا، يعني شكرا. نعم، جزيلا. العفو. نعم، شكرا جزيلا لك سيلا الوافي، صحفية كنت معنا من أدلب. يا هلا. وفي ملفنا الأخير، اللاجئون السوريون يطالبون بتحسين واقع الصرف الصحي في مخيمات إرسال اللبنانية.